رتل بصورة القاف في القرآن وقرأ قراءات من التبيان حبل متين مد من رب السماء فسما إلى الأعلياء بالإنسان وللقلوب ربيعها وجلاؤها وملاذها من قسوة الأحزان وهو الغنى والنور والذكر الذي يسقي القلوب حلاوة الإيمان هو شافع ومشفع لمن اصطفى رب الورى من حامل القرآن الحافظون الماهرون تعاهدوا آياته متشابها ومثاني قالوا نرتله بسبعة أحرف أكرم بجمع مثقل الميزان هم خير أمتنا وأشراف المنام